علشان تكون مهندس جودة أو إنتاج شاطر وفاهم ومتمكن في شغلك، لازم تعرف يعني إيه هسب. علشان كده في الفيديو ده سوا هتقولك الهسب باختصار هو نظام وقائي هدفه النهائي سلامة الغذاء. وعلشان نجيب الموضوع من البداية، الهسب بدأ القرن اللي فات لما وكالة ناسا لعلوم الفضاء طلبت من شركة الأغذية الأمريكية تمدها بالغذاء لرواد الفضاء. ساعتها حصل تعاون بين ناسا وشركة الأغذية والجيش الأمريكي. التعاون ده كان نتيجته إنشاء منظمة كاملة لتحليل ومنع المخاطر، واللي بنسميها دلوقتي الهسب. طب وظيفة الهسب إيه؟ الهسب وظيفته الأساسية إنه يحط معايير لمنع أي مخاطر ممكن تحصل للغذاء، سواء فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية أو مسببات للحساسية، علشان في النهاية نطلع منتج سليم ومطابق للمواصفات. علشان كده سموه الهسب، اختصار ليه Hazard Analysis Critical Control Point، أو تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة. والكورس هيكون أونلاين، تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق أرقامنا أو من خلال صفحتنا وتلحق مكانك. سوا شركاء النجاح.